بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الرحمن النهاردة هنتكلم في الفصل السابع من مادة البرمجة، هنتكلم في حاجة اسمها Single Dimensional Array. ده إن شاء الرحمن الفصل قبل الأخير معانا في الشغل بتاعنا في مادة برمجة واحد، تمام؟ كنا اتكلمنا لحد دلوقتي مراجعة سريعة اللي احنا اتكلمنا فيه، تعريف لغات البرمجة وأنواع لغات البرمجة، بعد كده أوامر الطباعة في لغة الجافا، بعد كده اتكلمنا على أوامر الإدخال، عرفنا أنواع المتغيرات، عرفنا أنواع الشروط اللي أنا ممكن أشتغل عليها، تمام؟ اتكلمنا على الوان واي إف، اتكلمنا على التو واي إف، اتكلمنا على النستد إف، اتكلمنا على السويتش كيسز، بعد كده اتكلمنا على اللوبينج، واتكلمنا على الارثمتيك اوبريشن والتريجومتريك اوبريشنز والكلام دي كلها، تمام؟ واتكلمنا على الفانكشنز، اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها الفانكشنز اللي احنا هنتكلم فيها او الفانكشنز او الميثود، تمام؟ النهارده الشابتر السابع بنتكلم عن حاجه اسمها السنجل دايمنشن اري. ايه هي الاري دي ودي معناها ايه والكلام ده كله؟ الاري دي بكل بساطه هي عباره عن متغير بيكون في سلوتس، في اكتر من مكان احط فيه فاليو. انا مثلا لما كنت بعرف متغير، مثلا بقول له متغير عندي اسمه انت اكس، كان الاكس ده عباره عن مكان، تمام؟ نعرف بس البوينتر اللي قلم هنكتب بيه ونتاكد بس ان التسجيل شغال. تمام ماشي. فكنا بنتكلم مثلا زي ما قلت لك ان مثلا كنت بقول انت اكس، كنت بقول اي متغير انت اكس، فاكس ده عباره عن متغير نوعه انتجر بيكون موجود في الذاكره بحط فيه فاليو. طيب الاري ده عباره عن ايه؟ الاري هو نوع من انواع المتغيرات برضو عادي، بس الاختلاف الوحيد ما بين الاري والمتغير العادي ان المتغير العادي ما اقول انت اكس ده بيحجز مكان وحيد اسمه اكس في الميموري بحط فيه فاليو. الاري اختلافه بقى هو برضو متغير بس بيكون فيه اكتر من مكان احط فيه فاليوز بتاعتنا. احنا ممكن نقول عليه كده بالظبط متغير فيه سلوتس بشتغل عليه. طيب الشكل العام ان انا اعرف اري في الجافا عندي بيكون ازاي؟ كنا احنا مثلا لما نيجي نعرف متغير دبل كنت بقول من غير اري، كنت بقول دبل ماي ليست وادي له القيمه بتاعته. طيب الاري بقى اختلفت شكلها، اقول له دبل سكوير براكتس افتح قوس واقفله اسم المتغير اللي انا هعرفه يساوي دي الكلمه الجديده عندي اسمها نيو دبل، يبقى انا معرف متغير او اري اسمها ماي ليست نوعها دبل، فكنت بقول له دبل ماي ليست اسم الاري بتاعتي او المتغير بتاعي، تمام؟ بيساوي نيو دبل هنا السايز بتاع الاري اللي هو الحجم بتاع الاري. يبقى معنى كده ان انا هيكون عندي متغير اسمه ماي ليست، تمام؟ ده تقول على كده عندي متغير اسمه ماي ليست، الماي ليست ده جواه 10 اماكن اقدر ان انا اشتغل عليها، تمام؟ طيب حاجه نخلي بالنا منها، انا عايز اوصل للاماكن اللي موجوده جوه الاري واشتغل عليها. وانا جوه الاري او انا شغال في الاري اخلي بالي من جزئيتين رئيسيتين، وهم الجزئيتين اللي اخلي بالي منهم. اخلي بالي ما بين حاجه اسمها الاندكس اوف اري والمحتوى، تمام؟ يعني هنا اول عنصر، يبقى انا عشان اوصل لاول عنصر في الاري دي في مبدا عندنا في البرمجه بيقول لك ان الاري زيرو بيزد، عشان توصل لعنصر او قيمه معينه جوه الاري بتدي اسم الاري، يعني تكتب ماي ليست، تكتب كلمه ماي ايه ماي ليست كده، ماي ليست انت تقصد بيها الايه الاري كلها. طب انا عايز اوصل للعنصر الخامس، عايز اوصل للعنصر السادس، عايز اوصل للعنصر السابع، يبقى تقول لي ماي ليست وتفتح القوس وتقفله، تحط هنا العنوان او المكان الاندكس اسمه الاندكس بتاع القيمه اللي انت عايز تجيبها. طيب الاري زيرو بيست اول عنصر الاندكس بتاعه بصفر، يعني تقول له ماي اندكس اوف صفر، يعني معناها العنصر اللي موجود جوه الاري الاول عنوانه صفر. طيب انا عندي الاري ده انا معرفه ان الاري مساحتها بكام؟ ب10، يعني اخر عنصر موجود في الاري عنوانه كام؟ ايوه عنوانه 9. يبقى انا كده اقول له ماي ليست اوف صفر معناها اول عنصر حط فيه 5 و6، ماي ليست اوف 1 يعني ثاني عنصر حط فيه 4.5، ماي ليست اوف 2 يعني تالت عنصر حط فيه 3.3، ماي ليست اوف 3 حط فيه كذا، وتفضل شغال هتلاقي اخر عنصر في الاري بتاعك هي مثلا مساحته 10 يبقى اخر عنصر عنوانه 9. طيب لو عايز اعرف اري مساحتها 100 اخر عنصر هيكون عنه كام؟ ايوه برافو عليك 99. عايز اعرف اري مساحتها 1000 اخر عنصر عنوانه كام؟ 999. برافو تمام تمام. طيب يبقى احنا هنا عرفنا بنعرف الاري ازاي، نوع الاري اللي انا عايز اعرفها افتح قوس فاضي واقفله،
الريفرنس بتاع الاري او الاسم الاري بتاعي بيساوي نيو، هو على نيو النوع بتاعها، وهنا السايز بتاع الايه الاري. طيب عايز ادخل قيم جوه اري، ممكن بالطريقه العاديه جدا تقول له ماي ليست اوف صفر مثلا بتساوي 10 مثلا، ماي ليست اوف واحد مثلا اقول له مثلا بتساوي 30، يبقى ممكن ادخل له قيمه بالشكل ده كده. انا عايز ادخل له ماي ليست اوف 2 بتساوي 50، ماي ليست اوف 3 بتساوي 40، افضل شغال لحد ماي ليست اوف كام؟ اوف 9. تمام؟ ده شكلهم بيكون في الميموري بالشكل ده كده، يبقى انا بدخل قيم بالطريقه دي عندي. تمام؟ طيب حتى انا قال لك اه هتعرف اري الداتا تايب النوع بتاعها، اسم الاري اللي انا هشتغل عليه، وهنا الاكواس. تمام؟ وهنا الايه؟ يبقى ده كده انت عملت ده كده اللي انت بتعرفه متغير عادي، انما ده شكل الاري دبل، ده دبل دبل دبل، افتح قوس واقفله، ماي ليست يساوي نوع الاري بتاعك، هي نوعها دبل يبقى نيو. تمام الله ينور عليك، دبل كده انا عملت لها دبل، وتيجي تدي له الايه السايز بتاع الاري بتاعك، وتيجي يعمل له هنا الايه السيمي كولن كده، يبقى انت عرفت اري دبل ماي ليست يساوي نيو دبل، وندي الايه هنا بنكتب ايه السايز بتاع الايه الاري بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. تمام نيجي هنا اللي انا بنعمل كريت الاري زي ما قلت لك اهو، ادي دبل مش عارف ايه سينو ماي دبل والايه والاري سايز. تمام طيب هنا زي ما قلت لك اول عنصر في الاري هنا مثلا كنت معرف له اري مساحتها 10، يبقى اول عنصر عنوانه 0 واخر عنصر بيكون عنوانه 9. نفرق في الاري، ما في حاجه اسمها العنوان وفي حاجه اسمها المحتوى. هنا لما اقول ماي ليست اوف 0 يبقى العنصر اللي العنصر الاول في الاري عايز احطه في القيمه، او اقول له يساوي واحطه في القيمه، يبقى هنا الجزء ده بوصل لعنوان العنصر، بوصل للعنصر الكام بعد علامه يساوي المحتوى اللي هحطه في العنصر ده. طب انا هسال هنا سؤال، هل ينفع هنا اقول له ماي ليست اوف 10؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش ماي ليست اوف 10 ليه؟ ايوه تمام، لان انت قايل ان الاري بيكون اول عنصر موجود فيها، ايوه برافو، بيكون عنوانه 0، يعني اخر عنصر عنوانه 9 مش 10. طب انا عايز اوصل للعنصر، عايز اوصل لعنصر الاندكس بتاعه ب 10، يبقى اجي معرف الاري مساحتها بكام؟ ب 11. يبقى احنا نخلي قاعده في دماغنا، اخر اندكس في الاري هو عباره عن ايه؟ سايز ناقص 1. ليه؟ لان هي الاندكس بدا من كام؟ من الصفر عندك. تمام؟ طيب تعالى بقى نبدا نشوف، انا عايز اعرف الاري وابدا ادخل قيم في الاري واشتغل عليها. تمام؟ طيب ده برضو هنا ده غلط، الشكل ده غلط كده ما ينفعش، ده دي غلط، هي المفروض تبقى هنا كده، الاقواس دي غلط، يعني هنا هي الاقواس مش هنا، هي الاقواس بتكون دبل، هفتح القوس واقفله. تمام اسم الاري بتاعك نساوي نيو دبل اوف 10، الشكل ده بيكون ايه غلط عندي. تمام طيب تعالى بعد كده انا عايز اوصل مثلا لو في اري عايز اوصل للسايز بتاعها، في بعض الفانكشنز او بعض الدوال الجاهزه اللي هي بتشتغل على الاري عندك. تمام يعني بعض الفانكشنز اللي هي بتكون جاهزه على الاري، في فانكشن مثلا بستخدمها انا عايز اجيب، والله مثلا وانا شغال عرفت الاري عندي، بعد ما عرفت الاري عايز اطبع مساحتها، عايز اعرف الاري اللي الراجل عرفها ده كانت مساحتها بكام، في فانكشن عندك بتقول له اسم الاري دوت لينس، يعني مثلا احنا عرفنا الاري اللي عندي اللي فوق كده ماي دبل افتح سكوير براكتس ماي ليست نيو دبل اوف 10، جيت وانا شغال تحت مثلا في الكود عايز اعرف السايز بتاعها، كل اللي انت هتكتب له هتقول لي اسم الاري دوت لينس، اسم الاري دوت لينس دي بتريترن ايه؟ اه برافو عليك، دي بتريترن مساحه الاري او الحج السايز بتاع الاري. طيب اخر عنوان في الاري عباره عن ايه؟ ايوه برافو عليك، هو عباره عن اللينس ناقص 1، يعني لو الاري مساحتها 10 اخر اندكس موجود ب9، الاري مساحتها 100 اخر اندكس موجود مساحته اخر اندكس عندي بيكون كام؟ 99. تمام طيب تعال نشوف، لأنا مجرد ما انا عرفت الاري زي ما احنا عرفنا، ما كنت بقول انت اكس، فده عرف متغير اسمه اكس في الذاكره عندك، وبيدي له انيشال فاليو او قيمه افتراضيه بتكون بصفر. لو انا معرف متغير قلت له سترنج نيم، يبقى هو بيحط فيه اللي هو القيمه الافتراضيه بتاعته، هو فاضي بيحط فيه نل او بيحط فيه قوس فاضي. طيب هنا يا سيدي بيقول لك لما تيجي تعرف اري نوعها انتجر، اول الانيشال فاليو لو هي انتجر، لو هو نوع من انتجر يبقى كل العناصر بيحط فيها اصفار، لو هم تشار بيحط فيها الايه اللي هو الاصفار اللي هو الامتي سبيس، لو هي معرفها من نوع بوليان بيكون كل الفاليوز اللي فيها بتكون ايه فولس عندك، عشان خاطر ان انا اشتغل عليها. تمام طيب
هنا بيقول لك زي ما قلت لك اهو ان الاراي عندي بتكون زيرو بيزد، يعني اول عنصر في الاراي، اول عنصر في الاراي بيبدا من كام؟ بيبدا من الصفر، الله ينور عليك، واخر عنصر بيكون موجود كام؟ ايوه اللي هو اللينس ناقص كام؟ واحد. تمام. طيب تعال بقى نبدا ناخد ايه شويه اكزامبلز عليها، وتعالى نشوف احنا عايزين ايه نحط قيم جوه الاري. زي ما انا عرفت لك مثلا انا عايز ايه، ممكن اشتغل عرفنا الاري مثلا، قلنا ماي ليست مثلا وفيها 10 عناصر، وقلت لك بندخل قيمه مثلا ماي ليست اوف صفر يعني اول عنصر حط له قيمه، ماي ليست اوف 2 حط له قيمه، ماي ليست اوف 3 واشتغل عليه. فهو ماي ليست اوف 0، ماي ليست اوف 1، ماي ليست اوف 2 ده بالنسبه لي يعتبره كمتغيرات مستقله. بمعنى هو ماي ليست اوف، انا قلت لك مثلا ايه لما عرفنا فوق مثلا قلت لك دبل ماي ليست مثلا بتساوي نيو دبل اوف 10، يبقى اصبح ان انا عندي متغير او اري اسمها ماي ليست بتحتوي على 10 قيم، ممكن كل قيمه لوحدها اشتغل عليها اعمل عليها عمليه رياضيه. يعني مثلا ممكن تقول له ماي ليست، ماي ليست مثلا، ماي ليست، ماي ليست مثلا اوف 5 بتساوي ايه مثلا، وليكن مثلا يعني 3 و14 40 في 40 مثلا، عادي جدا هتشتغل، مش هتقول لك لا. يعني ليه؟ لانها تعتبر كمتغير في 40 في 40. ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا اضرب 3 و14 في 40 في 40 وخزنهم في ماي ليست اوف 5 في العنصر السادس. ممكن انا مثلا اقول لك ان ماي ليست اوف 2 بتساوي ماي ليست اوف 0 زائد ماي ليست اوف 1، ايه المشكله؟ لان هو اصبح دلوقتي ان كل عنصر موجود جوه الاري بعتبر كمتغير عادي جدا اشتغل عليه، ايه المشكله؟ مفيش مشكله فيه، هو عباره زي ما قلت لك متغير بس بيكون ليه اكتر من فاليو اشتغل عليها، ممكن كل فاليو لوحدها اعمل عليها قيم عادي جدا، ده متغيرات اكنها ايه، هو المتغير بيحتوي على 10 قيم كل قيمه اشتغل عليها عادي جدا مفيش ادنى مشكله، اضرب قيمه فيه اطرح منه واشتغل مفيش ادنى مشكله عندي. تمام. طيب طب تعالى بعد كده انا عايز بقى ايه، ممكن تعالى واحنا بندي قيم للاري في طريقه ثانيه يا دكتور انا ممكن استخدمها ان انا اعرف اري. انت ممكن بالطريقه العاديه تقول له دبل اللي عايز ادخل قيم بقى للاري عندي، ممكن تقول له دبل السكوير براكتس اسم الاري بتاعتك اللي انا هشتغل عليها بيساوي نيو دبل ومساحتها بخمسه، او ممكن في طريقه كويسه جدا ممكن بدل ما انت تقول له خمسه وترجع تعرف، لا انت ممكن تعمل الشكل ده كده تقول له دبل افتح سكوير براكتس واشتغل عليها اسم الاري يساوي كيرل براكتس واديله القيم على طول. هنا معناها هيعمل ايه بقى؟ هنا على طول الحته دي يعمل ايه؟ هو ده بالظبط، انا اكني عرفت الاري واديت لها قيم على طول، ده بالظبط هيعمل ايه؟ هيعد، هو معنى كده انه هيعرف مصفوفه اسمها ماي ليست حجمها دي 1 2 3 4 حجمها اربع عناصر، وهذا العنصر رقم العنصر الاول اللي هو عنوانه صفر، العنصر الثاني عنوانه 1، العنصر الثاني عنوانه 2، العنصر الاخير اللي هو عنوانه كام؟ 3 عندي. تمام. هنا كل اللي انا عملته بدل ما اعرفها بدل ما اقول له دبل الكيرلي براكتس اسم المصفوفه بتساوي نيو دبل اوف 4 وارجع اقول له ماي ليست اوف 0 فيها 9 من 10، ماي ليست اوف 1 فيها 2.9 من 10، ماي ليست اوف 2 فيها 3.4 من 10، ماي ليست اوف 3 فيها 3.5، لا احنا هنا عرفناها وادينا لها الانيشال فاليو على طول عادي مفيش ادنى مشكله هتشتغل معايا على طول. تمام. طيب زي ما قلت لك بدل ما كنا نعمل كده دي ممكن كنا نعملها بالطريقه دي، ارجع اقول له ماي ليست اوف 0 ممكن كنا نعرفها كده دبل ماي ليست وادي له اقول له نيو دبل اوف 4 وترجع تدي له اربع قيم مختلفه، هي دي بالظبط هي السطر اللي فوق الاثنين واحد مفيش ادنى مشكله خالص، مفيش ادنى مشكله خالص. الاسهل ليك اعملهم، عايز تعرفها تقول له مثلا دبل وهدي او سترينج او فلوت اسم النوع المصفوفه بتاعك السكوير براكتس اسمها بتساوي نيو ونوعها والسايز وترجع تديله قيم تحت ماشي، عايز تقوله نوع المصفوفه والسكوير براكتس بتاعتك واسم المصفوفه بتساوي نيو بتساوي وتترجع تديله القيم بتاعته عادي جدا، وبنفصل ما بين القيم جوه التعريف النوتيشن بتاع ده بيكون ايه بالقام عندي. طب هي افرض ان هم سترنج مثلا قلت له سترنج ماي ليست بتساوي نيو كذا، لو هي نوعها سترنج كل اللي انت هتعمله هتحط ان كل قيمه بتكون ما بين الدبل كوتيشن وتفصل منهم بكام. طب لو هي تشار ايوه نحط كل قيمه بين السنجل كوتا او السنجل كوتيشن ونفصل ما بينهم بالايه بالكام عندك. تمام. طيب تعالى نشتغل برضو على حاجه تاني، طبعا هو بيقول لك ده ما ينفعش، في برضو حته تخلي بالنا منها، احنا ممكن هنا مثلا كنا نقول دبل ماي ليست. تمام. نيجي هنا شغالين زي ما قلت لك احنا عرفنا الماي ليست واديناها القيمه على طول في النوتيشن ده وتشتغل معايا عادي. تمام. بيقول لك ما ينفعش انك تقول له دبل ماي ليست وتيجي قايل له ماي ليست تحت بتساوي القيمه دي، لا الحته دي الحاله دي في الحاله دي هتكون غلطه،
ما ينفعش. انت عايز تعمل ماي ليست بسبب الكلام ده، ان هتقول له هنا يساوي نيو ماي ليست نيو دبل، وتدي له النوع بتاعها، وبعد كده تقول له ماي ليست ده الفاليو بتاعك، كده تشتغل عندك على طول. انما ما ينفعش تحطهم على ايه، على سطرين عندك، عشان هنا ما يعملكش ايه ايرور عندك يا شباب. تمام؟ طيب تمام. طيب يبقى انت لو انت عايز تعرفها وتديها قيمه على طول، يبقى تقول له مثلا دبل ماي ليست يساوي، وتدي القيمه على طول. ما ينفعش تعملها على سطرين، ففي الحاله دي هتعمل لك ايه ايرور معايا. تمام؟ اتاكد بس التسجيل شغال. اه تمام ماشي. تعالى بعد كده نشوف هو الايه التريس الكومبايلر بيعرف الاري بالشكل ده ازاي. تيجي انت اهو برنامج عادي جدا، بابليك كلاس اسمه تيست، ماشي. اه تعالى الحته دي، قلت له انت فاليوز، انت زي ما قلت لك سكوير براكتس فاليو بتساوي نيو انت في 5. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ اول ما بيشوف الحاله دي على طول على طول بيجي معناه بيجي رايح جوه الميموري، معرف مصفوفه اسمها فاليوز، فيها كام مكان؟ ايوه فيها 5 اماكن. اول مكان عنوانه بالصفر، واخر مكان عنوانه باربعه، ويجي عامل ايه يا سيدي؟ بيحطهم كلهم بالصفار. تعالى نحط قيم للاري عندي اللي انا عايز اشتغل عليه. والله في اكتر من طريقه ممكن انك انت تحط قيم للمصفوفه بتاعتك عشان خاطر انك تشتغل عليها. ايه هي الطرق اللي انت تقدر تعملها حضرتك عشان تعمل كده؟ الطريقه الاولى، ممكن وانا بعرف المصفوفه اديلها القيم بتاعتها. انا اقول له كده مثلا انت، تمام، واسمها فاليوز. طبعا احنا عارفين الكلام ده كله، انت فاليوز، تمام. وبدل ما اقول له يساوي انت، اقول له يساوي مثلا، اجي عامل الكلام ده كده، اقول له 1 مثلا و10 و20 و30 و40، عادي جدا. وممكن انا ارجع اقول له مثلا انت مثلا، اللي هي اقول له ارجع اقول له مثلا فاليوز، كلمه فاليوز اللي هي المصفوفه بتاعتي فاليوز اوف صفر، ارجع اقول له بتساوي، اديله القيمه فاليوز اوف 1، تمام، واديله القيمه values of 2 واديله القيمه، values of 3 واديله القيمه، values of 4 واديله القيمه. دي طريقه. طيب انت مش ملاحظ حاجه معايا؟ ملاحظ ان هي بقت 0، بقت 1، بقت 2، بقت 3، بقت 4. هي مش ده عداد بيزيد؟ اه. طب هو العداد اللي بيزيد ده مش ممكن ان انا استخدمه في شكل فور لوب؟ ايوه. يبقى انا ممكن استخدم الفور لوبنج عشان خاطر ادخل واطلع عناصر من الاري. ايوه يا سيدي، الفور لوب او اللوبنج عموما بتكون كويسه جدا ان انا ادخل عناصر في الاري عندي. لان تخيل مثلا انت عندك اري مساحتها 1000 عنصر، لو انت بتقدر تقول له فاليوز اوف 0، فاليوز اوف 1، فاليو اوف 2، فاليو اوف 3، فاليو اوف 4، تفضل شغال لحد ما تكتب فاليو اوف 999 وتدخل لها قيم، هتكون صعبه. لا والله، قال لك انت عندك حاجه كويسه جدا اسمها اللوبنج. اللوبنج هتسهل لك الكلام ده كله. اللوبنج هتعمل لك ايه يا سيدي؟ او الفور لوب عندك، او اللوب عموما، اللوب بتقول لك بدل ما تقعد تكتب فاليو اوف 0 وفاليو اوف 1 فاليو اوف 2 وتشتغل الكلام ده كله، لا بسيطه جدا، انا هعمل لك فور لوب. طبعا هو هنا بيبدا من صفر مش من واحد. فاليو مثلا ان انت اي بتساوي الصفر، والاي اصغر من الخمسه، اللي هي خمسه انا معرفها ايه مساحتها بكام؟ بخمسة، الله ينور عليك، او اصغر من او يساوي 4، برافو، شرط التوقف، او ايوه انا سامع حد فاهم معايا، ممكن اقول له اصغر من، ايوه فاليوز، اصغر فاليوز، ايوه دوت لينس، اصغر من فاليوز دوت ايه دوت لينس، الله ينور عليك، فاليوز دوت لينس، لان احنا عارفين ان اللينس بيكون اكبر من الاندكس زائد واحد، او الاي اصغر من او يساوي فاليوز دوت لينس ماينس 1. تمام. هنا اقول له ايه؟ ان فاليو اوف اي معناها كده، ايوه فاليو اوف اي ان هي فاليو اوف صفر، يعني معناها العنصر اللي عنوانه اي اللي هو في صفر، دخل له قيمه اوف 1، دخل له قيمه اوف 2، دخل له قيمه لحد ما يوصل عند الاربعه، وايه؟ وادي له الايه؟ القيم بتاعته. تمام؟ اه زي ما قلت لك، هو طبعا هنا ما ينفعش نبدا الاي بواحد، يبقى ايوه هو عمل هنا ايه؟ تمام، هو في الحاله دي بدا من الواحد، تمام، بس انا عايز اجيبها من اولها، ابدا من الصفر زي ما قلت لك. هو عامل الاي بواحد، يبقى انا اول مكان ادي له قيمه، ثاني مكان هيدي له قيمه، ثالث مكان هيدي له القيمه بتاعته، رابع مكان هادي اشتغل اهو. هو بدا هنا بقى يا سيدي، عمل ايه في حته نعمل تريسنج؟ هو بدا الاي بواحد، هو طبعا احنا بداناها بواحد. طب انا عشان انا كنت لو بداها من الصفر، لانه ادى الفاليو اوف صفر كده، ففاليو اوف واحد معناها ان ايه؟ اول عنصر عباره عن ايه؟ الاي اللي هي بواحد زائد واحد زائد الصفر، يجي مدي له القيمه بتاعته،
واي بلس بلس، فور لوبنج عاديه جدا. الاي بعد كده تبقى ب2، يبقى العنصر رقم 2 اديله الكومه بتاعته، العنصر الثالث يديله الكومه بتاعته، الرابع هيجي مديله الكومه بتاعته، تمام. طب العنصر رقم 0 هو قال لك ايه؟ ان الواحد زائد الاي 4، يعني 1 زائد 10 اللي هي بكام؟ ب11، واداله الايه؟ الفاليو بتاعته، تمام. هدي كده الاري، ادينا له القيم بتاعت الايه؟ الاري بتاعتي اللي احنا ايه؟ اشتغلنا عليها، تمام. في مشكله كده في الاري عندي في الحته دي، زي ما احنا عرفنا اهو، عملنا الايه؟ عرفنا الاري وادينا الفاليوز بتاعت الاري بتاعتنا عشان خاطر ان احنا ايه؟ نشتغل عليها. طيب تعالى عشان اشتغل على الري في خمس خطوات او في شويه خطوات لازم اكون عارفها. انا عايز مثلا اعرف الري لها انبوت فاليو، ادي الري ما اديها راندوم فاليو، اطبع العناصر بتاعت الري، عايز اجمع عناصر الري. دي ممكن الاكزامبلز اللي انا ممكن اعملها على الري. انا عايز احط العناصر بتاعت الري، عايز ادي الري ادي لها ارقام عشوائيه، عايز اطبع العناصر الموجوده جوه الري، عايز اجمع كل عناصر الري. ممكن ان انا اجيب اكبر قيمه في الاري، ممكن اجيب اصغر قيمه موجوده فين في الاري عندي، تمام. طيب تعالى لو انا عايز اعرف الاري بتاعتي، انا اخلي اليوزر، انا عايز اخلي اليوزر اقول له بعد اذن حضرتك دخل لي العناصر بايدك، تمام. طيب نعملها ازاي؟ بكل بساطه ده انا عندي هنا عملت ده في حاجه اونلاين كومبايلر زي النيت بينز يعني، تمام. اقول له هنا كده ده اونلاين كومبايلر، يعني هقول له امبورت امبورت جافا، ايوه دوت اتل، دوت سكانر، تمام. اقول له سكانر انبوت مثلا بيساوي نيو سكانر، ايوه تمام. هياخد منين؟ من السيستم دوت ايه دوت ان كده. انا عرفت السكانر عندي، تمام. عرفت فين؟ عرفت بره ده الميل، لا عرفت الكار عندي اسمه سكانر، تمام، وهاجي اشتغل عليه، تمام. نعرف الري مثلا وناخد الفاليوز بتاعتها من خلال اليوزر مثلا، ايوه. اعرف مثلا الري نوعها انت مثلا اهو، وليكن مثلا اسمها ديجري او دج مثلا، بتساوي ايوه نيو انت اوف 5 مثلا، تمام. كده انا عرفت الري اسمها دج، نوعها انتجر، بتاخد كام قيمه؟ بتاخد 5. انا عايز بقى دلوقتي عرفنا الاري، عايز ادخل الخمس قيم بتاعتها. ممكن اقول لك الطريقتين بتوعي اللي انا اشتغل عليه. ممكن واحد يجي يقول لي، يقول لي طب بص يا دكتور، انا هاجي اقول له كده، اقول له دج اوف 0، اقول له مثلا بتساوي 10، دج اوف 1 بتساوي 20، دج اوف 2 بتساوي 30، دج اوف 3 بتساوي كام؟ 40، دج وفي 4 بتساوي 100 مثلا. كده انا دخلت الكوين بتاعتها وهشتغل ايه عليها، تمام. طيب وتيجي تطبعهم تقول له انا عايز اطبع الكوين بتاعتنا مثلا، ادي سيستم دوت اوت دوت ايه برنت، ترجع تقول لي ايه ده لو انا لسه شغال ما اعرفش حاجه خالص، دج اوف صفر، تيجي طابع ايه دج اوف صفر، نيجي مكبرين دي كده، ثلاثة أربعة أوف واحد أوف اتنين أوف ثلاثة، تمام، وفي كام اوف 4، والرن كده ونشوف شكل الرن هيطلع عامل ازاي. واعترض على القطر نهيج دي،
دلوقتي ونشوف الايه الاسكانر ونشوف الايه. بس عشان انا شغال باونلاين اديتور. ايوه تمام. ده ممكن انك ترن الكود عندك عادي باونلاين اديتور، مش لازم يكون عندك نت بينز. يعني هنعمل ران اهو. طب على ايه الارقام اللي انا لسه مدخلها اهو؟ لو لاحظت اهو اهو، ادي ايه اول عنصر 10، تاني عنصر ب 20، ب 30، ب 40، ب 100. دي الطريقه التقليديه خالص ان انا عرفنا المصفوفه من فوق تمام، وطبعا العناصر اللي موجوده فيها. طيب تاني طريقه ممكن ان احنا نعملها ان احنا نعرف او نطبع العناصر تمام. ان احنا ممكن ان احنا نعمل ايه يا سيدي؟ نعرف قارئ واخد من اليوزر خمس ارقام، والخمس ارقام يعني انا هعرف ايه سكانر تمام. وبعد ما اعرف سكانر اخد من اليوزر خمس ارقام تمام، وبعد او خمس ارقام او اخد عناصر الاري وارجع اطبعها تاني بشكل فور لوب. نتعلم الطريقه دي ازاي؟ هو هنا عمل ايه؟ عرف قارئ اهو عادي جدا، سكانر انبوت زي ما احنا قلنا عليه بتساوي نيو سكانر وسيستم دوت ان. طيب ليه بقى حد يسالني يا دكتور هو ليه عمل جافا دوت اتا دوت سكانر؟ ما بيعمل جافا دوت اتا دوت سكانر بدل ما يروح فوق ويعمل امبورت جافا دوت اتا دوت سكانر، لا ممكن يجي مستخدمه على طول كده يقول لي جافا دوت اتا دوت سكانر، بدل لو ادم هو مش عايز يعمل امبورت اتا دوت سكانر هيقول لي جافا دوت اتا دوت سكانر input هتساوي نيو جافا دوت اتا دوت سكانر والسيستم دوت ان، ويجي معامل ايه يا سيدي؟ يقول للراجل انتر العناصر بتاعتك بتاعت الاري، ويبدا يشتغل بقى على الاري بتاعتك، يدخل العناصر، فيبدا ان الراجل اليوزر يدخل له عناصر ايه؟ عنصر عنصر. نشوف الطريقه دي ونجربها كده مع بعض تمام. عملنا الامبورت فوق، ممكن هنا هرجع اعملها كده اللي هي جافا دوت جافا روت اتل دوت سكانر، هعرفها هنا على طول عادي. يبقى بدل ما اعمل امبورت فوق يبقى اعملها هنا كده جافا دوت اتل دوت سكانر تمام. هعرف الكار عندك ويجي اعمل هنا اهو عمل الايه السكانر عندك على طول هنا اهو. ادي كنترول سي، يعني بدل ما يعمل امبورت فوق يعمل برضه هنا كده. هدي جافا دوت اتل دوت ايه دوت سكانر، بدل ما عرف القارئ كده تمام. هدي كده عملنا الايه، راح جه معرف لي القارئ فوق هنا خالص، عرف المصفوفه بالشكل ده كده. انا عايز بقى ايه؟ اخد القيم من خلال اليوزر. ممكن ناخد القيم من خلال اليوزر، اه هتعمل لي فور لوب عاديه جدا. الاي هتبدا فور انت، ايوه تمام. هعرف اي اللي هو اندكس هيشتغل معايا بيساوي الصفر تمام، والاي اصغر من الاي اصغر من كام؟ من خمسه، او الاي اصغر من ايوه. هتقول لي يا دكتور هي عباره عن دج دج دوت لينس، الاي اصغر من دج دوت ايه الدج دوت لينس. لينس هو اعترض عليها جي تي اتش، او اصغر من خمسة لان الاونلاين كومبايلر مش بيكون فيه كل حاجة كلها، والايه والاي بلس بلس. هاجي اقول له ايه يا راجل؟ هاجي اقول لليوزر هنا بعد اذن حضرتك هنا الامر الطباعة بتاعنا، نفتح الفور لوب، ادي سيستم سيستم دوت اوت سيستم دوت اوت دوت برنت انتر فاليو، الراجل عاملها كده تمام. وارجع اقول له ايه؟ ايوه ان الدج اوف اي ايوه هيساوي ايوه الانبوت اللي احنا عايزينه انبوت ايوه دوت ايه دوت نيكست نيكست انت
تمام كده هناخد القيم من اليوزر. لحظة واحدة، تمام. يبقى احنا رجعنا تاني وقلت له جافا دوت اتل دوت سكانر بتساوي نيو ايه، نيو برضو هنا جافا، بدل ما نعمل امبورت من فوق، جافا دوت ايه دوت اتل، تمام، دوت ايه دوت سكانر عندي، وهنعمل امبورت، هقول له الانت الدج بتساوي نيو في 5، سيستم دوت اوت دوت برنت ايه الانتر فاليو، تمام. يبقى عندي دج اوف مثلا اوف اي، ايوه تمام، دج اوف اي هتساوي ايه الانبوت بتاعي اللي انا الكار اللي انا عايزه، انبوت القارئ بتاعي دوت ايه دوت دوت نيكست نيكست انت اللي هي القيمه بتاعته اللي انا ايه عايزها عندي، وهشتغل عليها. اللي هيعمل البرنامج ده كده، البرنامج ده كده المفروض هيطلع رن لليوزر، هيطلع له الرساله دي 5 مرات، هيقول له انت انتر فاليو، فالراجل دخل القيمه الاولى، انتر فاليو تاني، دخل القيمه التانيه، انتر فاليو، دخل القيمه التالته. يبقى كده هنقرا ال5 ارقام بتوعي اللي انا عايز اشتغل عليهم. عايز اطبع الارقام عندي اللي هي بتاعت الاري اللي انا دخلت القيمه بتاعتها، هاجي برضه عامل نفس الفور لوب كده، بس اجي اعملها كده، اقول له فور انت اي والكلام ده كله، بدل ما اعمل هنا كده هرجع اقول له ايه سيستم دوت اوت دوت برنت لين، اطبع لي بقى مين يا سيدي عشان اطبع العناصر بتاعه الاري والكلام، بدل ما اعمل هنا اقول له ايه اطبع لي في الحاله دي مين دج، ايوه الله ينور عليك، دج اوف دج اوف ايه دج اوف اي. كده يبقى انا عملت ايه اللوب اللي فوق، الفور لوب اللي فوق هتاخد ال5 ارقام، هتاخد الفاليوز بتاعت الاري بتاعتي، اللوبينج اللي تحت هتطبع العناصر بتاعت الاري بتاعتي اللي هم ال5 فاليوز اللي موجودين ايه عندي. طبعا هذا الاونلاين كومبايلر اللي انا شغال عليه مش داعم للسكانر، فعشان كده مطلع لي ايرور تحت بيقول لك السكانر ايه خطا، بس هو الكود كده يشتغل، المفروض يرن معاك ويقول لك دخل لي ال5 ارقام واطبع لي الايه ال5 ارقام بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليهم. تمام. يبقى دي انا قلت لك انيشاليز اللي احنا قلناها، هو عرف السكانر تمام، وطبعا الرساله سيستم دوت اوت دوت برنت، اطبع لي كلمه مثلا انتر ماي ليست دوت لينس، دخل العناصر بتاعتك، وماي ليست دوت لينس اللي عايز يقول لك انتر، واللينس بتاعها مثلا هيكون ب 10، والفاليوز دخل 10 فاليوز. هتطبع لك ايه اول مره هنا، كل مره هنقرا الرساله دي، اهو انت الاي بالصفر، والاي اصغر من ماي ليست دوت لينس، عايز اصغر من او يساوي، يبقى اصغر من او يساوي ايه ماي ليست دوت لينس، ايوه الله ينور عليك، ناقص 1، واي بلس بلس ماي ليست اوف اي يعني ليست اوف 0، دخل القيمه من اليوزر، ليست اوف 1 دخل القيمه، ليست اوف 2، ليست اوف 3، ليست اوف 4، ليست اوف 5، لحد ما نخلص للايه للليست. يبقى انا كده عملنا لي ايه، عملنا انيشاليز الاري وصل ايه للانبوت فاليوز اللي هو القيم اللي باخدها من خلال الايه اليوزر عندي. اتاكد بس ان التسجيل شغال تمام، اه شغال الدنيا تمام معايا. تمام، نيجي بعد كده البوينت اللي بعدها، اللي انا قلنا زي ما قلت لك ان احنا عملنا ايه، اول حاجه دخلنا العناصر من خلال ايه اليوزر. طب تاني حاجه ان احنا عايزين نعملها ويز راندوم فاليو، انا عايز ادخل اعبي اري من خلال راندوم فاليو. كل اللي احنا هنعمله بدل ما كنا بنعرف قارئ، احنا كنا بنقول قارئ انبوت، القارئ اللي احنا عرفناه دوت نيكست دبل هشتغل عليه. طب انت براندوم فاليو كل انت هتقوله يا سيدي اه ماس دوت راند اضرب في 100، يبقى انا عايز ايه الرقم بتاعي مقرب لرقم مضروب في 100، ما اضرب في 1000 يبقى الرقم بتاعي يبدا من الصفر لحد ال 1000، عايز ارقام عشان من الصفر ل 1000، اضرب في 10000، اضرب في 100000 عشان اخد الايه العلامه الايه بعد العلامه العشريه مثلا، اضرب في 100 بقى مثلا الرقم بتاعي من الصفر لحد الايه ال 100 عشان اشتغل عليه. الماس دوت راند يبقى هنا هعرف المصروفة عندي وادخل لها ارقام ايه عشوائيه بداله ماس ايه دوت راند. عايز نطبع العناصر احنا لسه قايلينها دلوقتي، تمام، اللي احنا لسه قايلينها اللي هي ايه فور انت اي بتساوي الصفر، والاي اصغر من ماي لينس دوت لينس، والاي بلس بلس سيستم دوت اوت دوت برنت، برافو عليك، اطبع لي الايه ماي ليست اوف اي، يبقى اطبع ليست اوف 1، ليست اوف 2، ليست اوف 3، ليست اوف 4، ليست اوف 5، ليست اوف 6، لحد ما يخلص الايه المصفوفه ايه عندي. طيب عايز اجمع العناصر الموجوده في كل الاري، سامنج اول اليمنتس، تمام، هنعملها ازاي؟ ايوه برافو، كنا قلناها قبل كده، هنجمع هعرف متغير من فوق، زي ما احنا فاكر احنا ما كنا قلناها اطبع الارقام الزوجيه في الفور لوب من 1 ل 5، الارقام الزوجيه مثلا من 1 من 0 ل 100، الارقام الفرديه مثلا من 1 لل 1000 والكلام ده كله كنا قايلينها، بس هنا هنشتغل على مين؟ بدل ما كنا بنجمع قيمه متغير هنشتغل على العناصر اللي موجوده فين؟ في الاري عندي اللي انا هشتغل عليها. نعرف بس القلم عشان احنا عارفين ايه هنشتغل زي. تمام، يبقى اقول له دبل عرف متغير فوق اسمه توتال بيساوي الصفر، فور الانت اي بيساوي الصفر، والاي اصغر من ماي لينس ايه من الليست دوت لينس، او ماي ليست دوت لينس ناقص 1، وهنعمل هنا علامه الايه يساوي، والاي بلس بلس هقول له توتال بلس ايكوال ماي ليست اوف اي، يعني التوتال اول مره هيكون بصفر، تمام،
هياخد صفر زائد العنصر الاول في المصفوف، بعد كده هيساوي ايه؟ العنصر الاول في المصفوفه زائد العنصر الثاني، العنصر الاول الثاني زائد الثالث، ويفضل يجمع العناصر كلها لحد ما يجمع ايه؟ الليست بتاعتي كلها، ويقول لك في الاخر والله هذه طول الليست بتاعت حضرتك كامل على بعض. تمام. طيب عايز اكبر، عايز اجيب اكبر عنصر موجود في مصفوفه. تمام. طب عايز اجيب اكبر عنصر موجود في مصفوفه، عايز اجيب اصغر عنصر موجود في مصفوفه، افتراضيا على طول ما تسال سؤال زي كده، بفرض في الاول خالص ان اكبر عنصر هو اول عنصر موجود او اصغر عنصر هو اخر عنصر موجود، وابدا اعمل مقارنه بيهم. لو اكبر عنصر يبقى اول عنصر موجود ده الاكبر، وابدا اقارن. لو لقيت قيمه في المصفوفه اكبر منه بخلي الماكس بالايه؟ اخلي الماكس هي اكبر عنصر موجود. لو ده بالنسبه لو مينيمم، افرض ان اول عنصر موجود في المصفوفه هو اصغر عنصر موجود عندي، وقارن. لو لقيت عنصر اصغر منه يبقى المينيمم بيساوي العنصر ده، هعرف متغير اسمه ماكس. الماكس ده ياخد ايه؟ اول عنصر موجود في المصفوفه. تمام. فور برضو انتو اي موجوده، بدانا من الواحد. حد يقول لي ما بدأناش من الصفر ليه؟ لان انا مش هقارن الصفر مع نفسه. تمام. والاي اصغر من الانسر اي بلس بلس. نسال السؤال، لو ماي ليست اوف اي اكبر من الماكس، يعني في عنصر موجود اكبر من الماكس، ايه اللي هنعمله؟ اقول ان الماكس بيساوي ماي ليست اوف اي، وافضل قارن المصفوفه كلها في الاخر، بحيث بعد الفور لوب ما تخلص ايه اللي هيكون موجود عندك؟ المتغير اكبر قيمه موجوده هيكون موجود في متغير اسمه ماكس، اطبعه سيستم دوت اوت دوت برنت لين قيمه الايه؟ الماكس. تمام. طيب دي مثلا موجودة عندي فور اتش لوب. تمام. ده مش مهم عندي، يعني اللي هي الفور اتش لوب ان انا هشتغل عليها. تمام. زيها زي الايه؟ زي اللوبينج اللي موجود عندك. تمام. طيب عايز اجيب اصغر، اكبر عنصر قلناها اكبر قيمة موجودة، عايز اجيب ايه؟ ريد 100 نمبرز كومبيوت زي ايه افريج. عايز لو انا عايز اعرف لي مثلا برنامج. تمام. عرف لي برنامج، البرنامج ده بيقول لك ايه؟ اقرا من اليوزر 100 رقم وهات المتوسط بتاعهم وقول لي في كام رقم اكبر من المتوسط معايا. تمام. تعال نشوف الايه البرنامج ده هيرن معايا ازاي. تمام. عشان اقفل القلم، برنامج اهو. وعايز، عايز برنامج هيقرا من اليوزر كام؟ هيقرا من اليوزر 100 رقم، وبعد ما يقرا من اليوزر ال 100 رقم دول ايه اللي هيحصل بعدها؟ اهو ده البرنامج اهو، هيقرا من اليوزر 100 رقم، وبعد ما يقرا من اليوزر ال 100 رقم يرجع يحسب المتوسط بتاعهم، وبعد ما يحسب المتوسط بتاعهم يشوف لي فيه كام رقم اكبر من المتوسط. تمام. طيب تعالى يا سيدي كده نتكلم، عرف متغير اسمه اللي عرف القارئ اهو، جافا دوت اتل دوت سكانر، عرف القارئ بتساوي نيو جافا دوت اتل دوت سكانر، قلت لك دي. تمام. او تعرف هنا امبورت جافا دوت اتل دوت سكانر، وتقول على طول سكانر انبوت بتساوي نيو ايه؟ نيو سكانر، ونشتغل زي ما احنا كنا، مفيش مشكله عندي. تمام. هيطبع لك الرساله هنا مثلا، يقول لك انتر ذا نمبر اوف ايتمز، عايز انت عايز كام رقم؟ فقلنا له نمبر اوف ايتم بان. تمام. ايه هو؟ احنا قلناها ان هي المصفوفه عددهم 100 رقم. تمام. هقول لك دبل النمبرز، عرف مصفوفه اسمها نمبرز. تمام. حجمها كام؟ حجمها الان اللي هو عدد المتغيرات اللي هيشتغل عليها. تمام. عايز ياخد الارقام اللي هو هيشتغل عليها من اليوزر، سيستم دوت اوت دوت برنت انتر ذا نمبرز، يطبع له رساله انتر نمبر، يبقى بدايتي من الصفر. تمام. وان انا الاي اصغر من الان، حلو. الاي بلس بلس، اتبع لك رساله كل شويه، سم اوف اي بتساوي ايه؟ ام دوت نيكس دبل، انا معرفها دبل. الراجل هيفضل يدخل القيم اللي عنده، وليكن كان عرف 10، دخل 10 قيم 20، دخل 20 قيمه 100، يقرا الميد قيمه عندي ويشتغل عليها، وهو بيدخل القيم بيجمعها على الصم، يعني هو بيدخل القيم بتاعت الصم بيجمعها، في الاخر هيقول لك دبل ان الافريج عباره عن الصم على ان. حلو. طيب بعرف لك متغير تاني اسمه ايه؟ هو كده اول جزئيه عندي ان انا عرفت المصفوفه ودخلت القيم بتاعتها وجمعتهم وحسبت الايه؟ المتوسط. عايز اشوف في كام رقم اكبر من المتوسط. حلو. طيب هعرف متغير اسمه كاونت بيساوي كام؟ بالصفر. حلو. هعرف الفور لوب بدايتها من الاي، والاي اصغر من الان، والاي بلس بلس. هسال هنا سؤال، لو النمبر اوف اي كل رقم موجود في المصفوف اكبر من الافريج اللي احنا لسه حاسبينه، زود لي الكاونت بواحد، هيعد في رقم، في رقمين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، في ستة، يفضل يلف على المصفوفة كلها، كل ما يلاقي رقم أكبر من الكاونت اللي موجود عندي أكبر من الأفريج بيزود الكاونت بواحد، وفي الآخر خالص هيقول لك المتوسط بتاعك بكذا، المتوسط بتاعك بكذا، وعدد الأرقام الأكبر متوسط بإيه؟ بكذا عندك. أنا هو لما نعمل له رن بالشكل ده كده،
الرن، نصنع الرن عنده اهو. دي احنا عملنا برنامج الرن بالنسبه لي، والله انا اقول له ايه كومبايل وايه واعمل لي عمليه رن عشان اتاكد ان البرنامج بتاعي اهو تمام. رن البرنامج بتاعي هو عندك عايز الجي دي كي 8 جي دي كي، نختار له الجي دي كي مثلا ب 9 وتشيك. ده الكود اللي الدكتور كاتبه لحضرتك تمام. ادينا بنرنه عشان نشوف الايرورز اللي موجوده فيه بالكومبايلر الدكتور مختاره تمام. تعالى هنا دخل انتر نمبرز، فدخلنا له الافريج بتاعتنا اهو، عرفنا المتغير، دخلنا له النمبرز، هو دخلها نيكس دبل، دخلنا الارقام وقال لك والله ده ايه هذه النمبرز اللي عندك. الرن اهو ادخل الارقام بتاعته هو راندوم، وادي المتوسط بتاعهم الارقام الاكبر المتوسط اللي هي 75 عدهم وطبع لك الايه الكاونت موجود عندك فين في الاخر تمام. طيب تعالى نشوف اللي هو الايه، تعالى انا عايز اعمل كوبينج للاري، في عمليه مثلا ان انا عايز اعمل كوبي انسخ عناصر من اري لاري تمام. كل اللي انا هعمله الدنيا بسيطه خالص، هعرف مصفوفتين عادي جدا مثلا، وارجع اقول له مثلا ليست 2 بتساوي ليست 1، ده ايه اللي هيحصل على طول اوتوماتيك، خد كل العناصر الموجوده. بس لازم عشان انسخ، ركز معايا، لازم عشان انسخ مصفوفتين في بعض لازم بكل بساطه انك كل اللي انت هتيجي عامله يا سيدي لازم يكون المصفوفتين نفس النوع ولازم يكون من نفس السايز تمام. يعني تقول له مثلا ليست 2 تمام بتساوي ليست 1، دي بكل بساطه ان او هات كل العناصر موجوده في ليست 1 تحطها بالايه زي ما هي في ليست ايه في 2 عندك تمام. اللي هي لازم يكون ايه الكلام ده كله، يعني مثلا زي كده انت معرف لي مثلا مصفوفه تمام، القلم معايا اهو، معرف لي مصفوفه مثلا اسمها السورس اري وفيها كام عنصر، ادي عنصر 2 3 4 5 تمام. وعرفت له مصفوفه ثانيه اسمها تارجت اري برده مساحتها اللي هي سورس اري دوت لينس تمام. اهو كل اللي احنا هنيجي عاملينه الدنيا بسيطه ببساطه جدا، بيخلي كل عنصر بيصور العنصر النظري فور الاي بصفر، والاي اصغر من السورس اري دوت لينس، والاي بلس بلس خلي التارجت اوف اي بتساوي السورس اوف اي، امسخ كل العناصر كل عنصر في السورس بالعنصر المناظر ليه فين في التارجت عندي، عشان كده احنا عملنا كوبينج للايه للاري تمام. طيب تعالى في برضو حاجه بسيطه عندي اللي الاري كوبي، لا دي مش مهمه اصلا تمام معايا. تعالى لو انا عايز ارمي المصفوفه او اهندل المصفوفه لفانكشن عشان خاطر اللي احنا نطبعها. طيب في فانكشن عندي كده، انت فاكر احنا كنا خدنا المره اللي فاتت ايه الفانكشن تمام. فالفانكشن والله بيقول لي يا دكتور انا عايز بعد ما عرفت المصفوفه ازاي ان انا ادي المصفوفه دي لاري او اديها الفانكشن بحيث انها تطبعها. هنعرف مثلا هنا في فانكشن عندي اسمها برنت اري، بابليك ستاتيك فويد برنت اري، ده هنا اهو بتعرف المعامل اللي هيخش لمصفوفه ان هو نوع اري بالشكل ده كده، هتقول له انت في هنا سكوير براكتس في اري هتخش لك، واللي دي هتعمل فيها لما تيجي تباص الاري لفانكشن فور الاي بالصفر والاي اصغر من اري دوت لينس والاي بلس بلس سيستم دوت اوت دوت برنت الاري اوف اي، تطبع القيم بتاعتها، ده معناه دي الفانكشن معايا. تعالى بقى في داله المين، انت في ليست عندي وادينا القيم بتاعتها، عايز اطبعها اقول له برنت اري وتدي له الليست،
الليست دي اللي هيحصل في اللي هيحصل في الشكل ده كده، ما تيجي تقول له الليست، هو اللي هيحصل، هو هيجي واخد الليست، هياخد القيم دي كلها ويجي مديها للاري، يجي مديها للفانكشن اللي اسمها برنت اري، اللي هتطبع كل القيم اللي موجوده جوه الاري دي عندي. يبقى عشان اباصي تاني، اباصي اري لفانكشن عشان تطبعها، الامر بكل بساطه هعرف الفانكشن بتاعتي اهو، اعرف ان المتغير بتاع الفانكشن نوع الاري، فاقول له مثلا نوع الاري هنا انت، يبقى هنا انت قوس مفتوح واسم الاري عندي، واجي من خلال داله المين ادي له الاري على طول، ياخد الاري بالفاليوز بتاعتها ويطبعها عشان نشتغل عليه. تمام. طيب تعالى برضو هنتكلم برضو في ايه، حاجه زي كده مثلا. تمام، عرفت هنا متغير داله المين، عرفت هنا متغير اسمه اكس بيساوي 1، تمام، وعرفت هنا في مصفوفه اسمها واي فيها 10 عناصر. تمام. طيب او قلت له والله في داله عندي اسمها ام بتاخد اكس وواي، يبقى انا هنا عرفت ايه، عرفت داله، في داله استدعيت داله اسمها ام بتاخد رقمين، بتاخد حاجتين، العنصر الاول هو عباره عن قيم رقم، والعنصر الثاني عباره عن مصفوف. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ نروح لداله الايه، بابليك سيت فويد ام. بتعمل الام دي يا سيدي، بتاخد العنصر الاول كرقم وبتاخد العنصر الثاني كايه، كمصفوفه. تمام. هتعمل ايه المصفوف البتاع دي يا سيدي؟ هتقول لك مثلا ان النمبر ب 1000، يبقى اطبع الرقم النمبر بكام، ب 1001، والنمبر اوف صفر بتساوي 5000. طيب هسالك هنا سؤال، هل هنا بقى في سؤال انا عايز اشوف الناس اللي ذكرت الميثود المره اللي فاتت، الداله دي نوعها ايه؟ نوعها فويد. تمام. هل لما نيجي هنا نرجع داله المين تاني، سيستم دوت اوت دوت برنت الاكس از زائد اكس، الاكس هتبقى بكام في الحاله دي؟ سؤال، الاكس هتكون بكام؟ برافو، الاكس يا دكتور في الحاله دي هتكون بواحد. طب واحد هيقول لي طب ما هو مدي في الفانكشن عندي ان النمبر اللي هو الاكس يعني هتساوي 1001، اقول لك بس الداله دي نوعها ايه؟ نوعها فويد. خد الفاليوز اللي هو الاكس وواي، راح داله اللي منها فويد اشتغل وعمل شغلته، ما رجعليش حاجه لمين. يبقى في الحاله دي هقول لك ان الاكس بتساوي 1، واللي الواي اوف صفر هتساوي كام؟ هتساوي الصفر اللي هي موجوده عندي، لانه مش هيشوف الايه؟ الحاجه اللي موجوده داخل الفانكشن اللي موجوده عندي. تمام؟ طيب ده شكل الاستاك بتاعها زي ما قلت لك، عرفت انت اكس، يبقى عرفت في متغير اسمه اكس، وانت اوف واي عرفنا متغير اسمه واي. تمام. تعالى بعد كده لما نيجي هنا الميثود بتاعتي، لما نيجي نستدعيهم مثلا، وعايز يستدعي يرميهم لاري تاني، او بقى هات الاكس ده يا سيدي اللي هو الاكس هحط فيه 1، وهات الواي اللي هي الريفرنس عرفناه في الاري. يبقى تعالى نستدعي داله الام في اكس وواي، هاستدعاها يا سيدي، يبقى هرمي لها حاجتين في داله، الداله اللي هو هيشتغل عليها ان انت عايز تشتغل على رقم، وعايز تشتغل على ايه؟ على الاري. هديها الرقم والاري، خد الرقم والاري بتوعك، اديهم للفانكشن بتاعتك اللي انت عايز تشتغل عليها، اعمل الشغل بتاعك ده اللي نوعها فويد، تنفذ شغلك، ما ترجعليش داله المين وارجع عندي. تمام. طيب تعالى لو انا عايز ارمي العناصر الاري كايه، نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده اللي هو بيعمل ايه؟ ده مثلا دي في داله عندك اللي هو الدالة الأولى عرف مصفوفة اسمها ايه. تمام. المصفوفة دي فيها عنصرين، العنصر الأول قيمته 1، والعنصر الثاني قيمته 2. تمام. قال لك والله طبع رسالة بيفور انفوك السواب، والله ان ال A of 0 طبع قيمة ال A of 0 وطبع قيمة ال A of 1. تمام. عرف فانكشن اسمها سواب، الفانكشن دي ما هتكون مسؤولة ان هي تبدل العناصر الموجودة في الري. نرجع على الفانكشن اللي اسمها السواب، هتعمل لي سواب، عرفنا انها تاخد الرقمين انت ان 1 وان 2. تمام. ايه اللي هيحصل فيها يا سيدي الفانكشن السواب دي؟ الفانكشن نوعها ايه؟ لو ركزت فايد، الفانكشن دي ايه؟ فايد. حلو. انت تم بان 1 وعملنا عمليه التبديل، وعرف فانكشن تاني اسمها ايه؟ سواب فيرست تو اري، الريترن تايب بتاعها ايه؟ ايوه برافو، فايد، عمل فيها التبديل، عمل فيها التبديل. طيب تعالى بقى نسال السؤال هنا، نرجع هنا داله المين سيستم دوت اوت برنت لين افضل انفوك، يبقى هيطبع الرساله دي. طيب هنا في الحاله دي هيطبع الاي اوف صفر بكام والاي اوف 1 بكام؟ السؤال هنا هيطبع الاي اوف صفر بكام والاي اوف 1 بكام؟
ايوه برافو عليك، الاي اوف صفر يا دكتور زي ما هي بواحد، والاي اوف واحد زي ما يا دكتور بكام؟ باتنين. ليه؟ لان الفانكشن دي فويد فما فيش ريتيرن منها اصلا، هو نفذ اللي فيها وارجع اتدلت لمين ما شافتش فيها، المين ما شافتش منها حاجه. برضو نفس الفكره اللي هي بتعمل السويب لتو اري بنفس الشكل، اعمل السويب لتو الاري اللي هي اسمها ايه، بدل برضو نفس الفكره مش هيحصل فيها حاجه، اصل الريتيرن تايب بتاعها فويد فالمين مش هيحس بيها اصلا عشان خاطر يشتغل عليها. تمام. طيب تعالى بعد كده انا عايز اعمل فانكشن اللي هي بتعمل ريفرس للاري، او عايز اعمل فانكشن ان هي عايزه تعمل ريفرسنج لمين؟ للاري. طيب الفانكشن اللي هي بتعمل ريفرس بكل بساطه، بكل بساطه عشان خاطر انت تشتغل، انت عايز تبدل اري، اه يبقى اول عنصر في المصفوفه الاولى هبدله مع اخر عنصر في المصفوفه الثانيه. حلو. طيب عرف مصفوفتين، عرف هنا في مصفوفه اسمها، استناني عرف ليست واحد وليست اتنين، اهو عرف في مصفوفه اسمها ليست واحد وليست اتنين. حلو. كل اللي احنا هنعمله اعرف مصفوفه اسمها ريزلت. تمام. المصفوفه الاولانيه اللي اسمها ليست واحد عرفها، وعرف مصفوفه تانية اسمها ريزلت مساحتها بتساوي الايه، ليست 1 دوت ايه دوت لينس. معايا كل اللي احنا هنعمله الاي هتبدا من الصفر، عرف متغيرين، عرف فور لوب بتاخد متغيرين، بتبدا باي وتبدا بجي. الاي بدايتها من الصفر والجي بتبدا من ايه، من اخر عنصر، يعني من الاخر عايز يحط اول عنصر هنا مع الاخير هنا، تاني عنصر هنا مع قبل الاخير، تالت عنصر مع اللي قبله، وفي الاخر يبقى اخر عنصر هنا هيتبدل معايا. كل اللي احنا هنعمله بدانا الاي من الصفر وبدانا الجي منين؟ من النهايه. طيب الاي بيتزود، الاي بلس بلس، والجي بتنقص، ان الريزلت اوف جي اللي هو ده بتساوي الليست اوف اي، وافضل شغال شغال، وفي الاخر اللي هيحصل هتلاقي المفروض ان الاري ايه هتكون ريفرزد عندي. تمام. تعال نشوف الريفرز عملها ازاي يا سيدي. زي ما انا قلت لك اهو، عرف مصفوفتين ليست واحد، هاد العناصر بتاعتها، وهادي ليست اتنين اللي هي بتساوي الريفرس بتاع الليست واحد. تمام. عرف داله، ايوه الريتيرن تايب بتاعها، ايوه برافو عليك، الريتيرن تايب بتاعها يا دكتور هيكون ايه؟ ايوه هيكون الري، الريتيرن تايب بتاعها هيكون الري. طب ليه؟ لان انا في الحاله دي عايز اعمل ريتيرن. لو ركزت احنا كنا قبل كده لما كانت بتبقى موجوده فويد مفيش، ما بحسش بيها، انما هنا هو عايز الاري بعد ما اعمل لها عمليه ريفرس انا عايز ريتيرن. الفانكشنز اللي كانت موجوده فوق اللي احنا كنا بنشتغل عليها دي كانت بتعمل، ما بيعملش ريتيرن اصلا، انا بدلها الفاليو يشتغل عليها ويرجع لي، ما انا مش شايفها. طب لا، ده انت اشتغل لي على الاري ورجعها لي لداله المين عشان خاطر ان انا اشتغل عليه. تمام. هتبقى بابليك ستاتيك، ايوه الريترن تايب بتاع الداله دي، ايوه الريترن تايب بتاعها اري، وده اللي اسمها ريفرس بتاخد ايه ليست، بدل فيها واشتغل معاها. اهو ايه اللي حصل هنا يا سيدي، اه والله احنا عرفنا داله اسمها ريفرس، الريترن تايب بتاعها برافو عليك اري. تمام. هياخد ايه، عرف ده هياخد الليست الاولانيه اللي انا بترميها لي من من داله المين، انت الريزلت بتساوي نيو انت اوف ليست دوت لينس اللي طلع اللينس، ايوه هنبدا الاي بالصفر والجي بكام؟ والجي يبدا من النهايه، الاي هيبدا من هنا والجي هتبدا من الناحيه الثانيه هنا معايا. هقول له ان كل اللي انا هعمله ان الريزلت اوف جي بتساوي الاوف اي، يعني ده هحط الواحد هنا وحط الاثنين هنا وحط لي الثلاثه هنا والاربعه هنا والخمسه هنا والسته هنا. شوف يا سيدي هيعمل ايه، هيجي شغال، ابدا الاي بكام؟ بالصفر والجي بخمسه، ايه اللي هيحصل؟ حط لي والله هنا بدل دي معاها زي ما قلت لك، وتاني خطوه هيجي احط الاثنين في اللي قبلها والثالثه في اللي قبلها والرابعه، ها وافضل شغال لحد ما تبص هتلاقي الاري بالنسبه لي ايه، ريفرزد. يبقى انا بدلت الايه، المصفوفه بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها. تمام. طيب بعد كده نيجي شغال، اعمل ايه، ريتيرن. طب راح جاي عمل لك المصفوفتين وفي الاخر قال لك ريتيرن، والله هذه المصفوفه بتاعتك احنا عملنا لها ريتيرن الريزلت، خد المصفوفه الريفرزد اللي انت هتشتغل عليها. تمام. تعال نشوف الايه المثال اللي بعد كده، كده مفيش كده، يبقى تعال نشوف الاخر مثال موجود عندي في الشابتر ده. تمام. المثال اللي هو كان بتاع ايه يا سيدي، بقول لك والله لو انا عندي اري بقول لك جنريت 100 لور ليتر، انشئ لي مصفوفه فيها 100 رقم عشوائي. تمام. وحطهم في مصفوفه، قول لي والله كل حرف اتكرر كام مره فين في الاري عندي. نشوف المثال ده كويس جدا اهو يا سيدي، عرفنا مصفوفه اهو اسمها ايه، راح جينا معرف مصفوفه، مصفوفه تشار. تمام. وفي كريت اري الفانكشن اللي اسمها كريت اري اللي هتكريتهم، نروح للفانكشن اللي اسمها كريت اري، اه الفانكشن اللي اسمها كريت اري دي هتعمل الفانكشن دي يا سيدي، والله الفانكشن دي بكل بساطه هتقول لك تشار تشارز وفي نيو تشارز اوف 100، هتعرف مصفوفه ايه نوعها 100، والريترن تايب بتاع المصفوفه ايه، تشار اوف كذا تشار، يبقى هي الريترن تايب بتاعها مصفوفه من نوع تشار. هتعمل ايه يا سيدي، هتجيب لي، هتحط لي 100 رقم عشوائي، اه فور انت اي بالصفر والاي اصغر من تشار دوت لينس والاي بلس بلس،
شار اوف اي راندوم كاركتر دوت جيت راندوم لور كاركتر. دي معايا هتنشئ لي 100 رقم عشوائي وتحطهم لي في المصفوفه، في الاخر اقول له ريتيرن تشار. ليه ريتيرن تشار؟ لان ريتيرن تايب بتاع المصفوفه هي نوعها ايه؟ تشار. عندي في فانكشن عندي اسمها ديسبلاي اري، بتاخد النوع بتاعها فويد، تمام؟ بتاخد يا سيدي المعامل بتاعها، بتاخد مصفوفه نوعها تشارز، هتطبعهم عادي جدا طباعه مصفوفه عادي جدا. في فانكشن بتحسب لي برضو الاوكيرنس بتاعتي، في كام حرف موجود عندي، الريتيرن تايب بيكون نوعها ايه انت عندي. ده هتعد لك بقى كل مصفوفه. والله يا سيدي انت عندك الايه 26 رقم، وانا عندي 26 حرف، الحروف الابجديه 26. هتقارن، والله الحرف ده لو حرف ايه زود لي الكاونت بواحد، لو حط في الكاونت، لو حرف البي هتعد لك بقى عدد تكرار حرف الايه، عدد تكرار حرف البي، عدد تكرار حرف السي، وتحط لك حرف الايه حطه في اول عنصر، حرف تكرار حرف البي حطه في المصفوفه الثانيه، تكرار حرف السي في كذا، وفي الاخر ريتيرن عندي الكاونتس عدد الحروف اللي اتكررت عندي بقد كده. في ديسبلاي كاونت برضو، يبقى دي ان احنا بنستخدمناها عشان تعدل الحروف، ودي الديسبلاي كاونت تقول لك والله حرف ايه اتكرر كم مره، البي اتكرر كم مره، والسي اتكرر كم مره، وما الى ذلك. طب تعالى بقى داله المين. عندي هنا داله المين بكل بساطه هنستدعي دخل اللور كيس ليترز، هنطبع الايه الحروف الابجديه اللي موجوده عندي، عرفنا المصفوفه اللي اسمها كاونت زي ما قلت لك عشان نعد عدد الحروف اللي موجوده، في الاخر اقول له والله يا سيدي هذه الحروف اللي كانت موجوده وهذا عدد الحروف اللي موجوده ايه عندي. تعال نرن الكود ده. قال لك والله هذه الحروف الابجديه اللي موجوده، هذه الاي بي سي دي اي اف جي، وطبعا الحروف دي كلها، ويجي في الاخر يطبع لك والله الاوكيرنس، والله حرف الاي اتكرر كم مره، اهو حرف الاي اسمه اتكرر 3 مرات، البي كم مره، والكلام ده كله راح جاي. هذا شكل الايه الران بتاعه كده. ان شاء الرحمن احنا خلصنا الشابتر 7، تمام؟ السنجل اري، عايزك بس سريعا كده تذاكر السنجل اري كويس جدا، في اي نقطة مش واضحة فيه ترجع لي فيها تاني، بحيث ان احنا نكفر كده معانا، وبقينا بإذن الرحمن في الشابتر الثامن ال2D array، ونشتغل عليها وبقى الدنيا فيها بإذن الرحمن تمام. ونسأل الله عز وجل التسهيل بإذن الرحمن. انت كده معاك 7 شابترز، شابتر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، تذاكرهم كويس، تلم الدنيا فيهم. في اي حاجه مش واضحه في اول 7 شباتر، في حاجه مش واضحه في الشابتر بتاع النهارده، ارجع لها تاني بحيث ان احنا نقدر نغطيها، وتبقى الدنيا ان شاء الرحمن ايه تمام. بالتوفيق ان شاء الرحمن، وان شاء الرحمن بقينا لايه للقاء في الشابتر التامن باذن الرحمن.